بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 55. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنواصل برنامجنا الذي هو بعنوان أحكام القرآن، وقد وصلنا إلى قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. في هذه الآيات الثلاث يبين الله جل وعلا موقف أهل الكتاب من اليهود والنصارى من دين الإسلام وأهله، وأنهم يجحدون حقية هذا الكتاب وصدق هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. ومناسبة هذه الآيات لما قبلها، والله أعلم، أنه لما ذكر أحكام الصلاة وأنه لا يجوز للسكران أن يدخل فيها حتى يفيق ويعلم ما يقول، وكان هذا في مرحلة من مراحل تحريم الخمر، ثم إن هذه المرحلة نسخت فحرم الخمر مطلقا في جميع الأوقات كما في سورة المائدة، وقد بينا هذا في الحلقة السابقة. لما رأى اليهود سماحة هذا الدين وأنه يتدرج بالمسلمين في التحريم شيئا فشيئا، ورأوا أن الله سبحانه وتعالى وسع على المسلم في الطهارة، في أنه إذا لم يجد الماء فإنه يتيمم بالتراب، وأن هذا يكفي تسهيلا على المسلمين، لما رأوا هذا الدين الحق وما فيه من الاعتدال والسهولة والتيسير حسدوا المسلمين على ذلك، فأرادوا أن يثيروا الشكوك حوله ويصدوا الناس عن الدخول فيه حسدا وبغيا من عند أنفسهم وهم يعلمون أنه حق. فقال سبحانه: ألم ترى، هذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم ولكل مسلم. ألم ترى أي ألم تعلم إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، والمراد بهم اليهود والنصارى، لأن النصارى كتابهم التوراة، لأن اليهود كتابهم التوراة والنصارى كتابهم الإنجيل مع التوراة، فالله أعطاهم الكتاب وميزهم على غيرهم من الوثنيين، وكان الواجب أن يشكروا الله عز وجل وأن يقوموا بالعمل بهذا الكتاب، ومن جملة ما فيه الأمر باتباع
محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله سبحانه وتعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وهم يعلمون ذلك وهو في كتابهم، ولكنهم جحدوا صفات هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وكذبوه، وهم يعلمون أنه رسول الله. والذي حملهم على هذا هو الحسد، حسدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسدوا العرب في بعثة هذا الرسول منهم، وكانوا يريدون أن تكون الرسالة فيهم خاصة، وأن يحتجزوا فضل الله عز وجل. قد دلت الآيات على هذا الصنيع منهم في آيات كثيرة، وكان الواجب عليهم وأنهم أهل الكتاب، الواجب عليهم أن يؤمنوا بالله ورسوله وأن يعملوا بكتاب الله الذي بين أيديهم الذي يأمرهم باتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. لكنهم على العكس، خالفوا هذا الكتاب وكفروا بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم يعلمون أنه رسول الله. أوتوا نصيبا من الكتاب، يشترون الضلالة، يعني يستبدلون الكفر بالإيمان. الاشتراء معناه الاستبدال، لأن من لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو من أهل الضلالة. قال الله جل وعلا: فماذا بعد الحق إلا الضلال. فهم لما لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم كفروا بالله، واشتروا، استبدلوا الإيمان بالكفر، مع أنهم يعلمون وأهل الكتاب، يشترون الضلالة، يعني يستبدلونها بالهدى الذي هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ويريدون أن تضلوا السبيل، مع كونهم يضلون في أنفسهم يريدون أن يضلوا غيرهم وأن يصدوا عن اتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. لم يكتفوا بضلالهم في أنفسهم، بل أرادوا أن يضللوا غيرهم. وهذا جمع بين جريمتين: الكفر بالله عز وجل وبرسوله، وحمل الناس على ذلك وتزيين الكفر والدعوة إليه. يريدون أن تضلوا السبيل، كما قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. قال سبحانه: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى. هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.